بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الصناعات الدقيقة، سنتحدث اليوم بعد أن انتهينا من الكيميكال فيبر ديبوزيشن والفيزيكال فيبر ديبوزيشن، سنتحدث عن ليثوغرافي أو الطباعة الحجرية. طبعا هنا سنعرج على بعض التعريفات العامة التي تلزمنا لفهم الطباعة الحجرية أو الليثوغرافي. طبعا على اختلافها هناك يعني عدة أنواع، يعني الطباعة الحجرية أو الليثوغرافي في المايكرو ديفايسز هو عبارة عن علم واسع ومتنوع وله العديد من الأفكار. إذا هي كلمة هي عبارة عن نقل الأنماط، يعني الطباعة الحجرية عبارة عن نقل نمط، نقل نمط أو تثبيت نمط على رقاقة معينة. طبعا هنا قد نستخدم الليزر وسوف ننظر إليه، قد نستخدم أيضا الألترا فايلت، قد نستخدم أيضا تدفق الإلكترون بيم، إلكترون بيمز أو شعاع إلكتروني. طبعا يعني هم أهم تطبيقات في الليثوغرافي، أو أشهر تطبيقات للليثوغرافي على الطباعة الحجرية على الرقائق الإلكترونية، الألترا فايلت ليثوغرافي والإلكترون بيم ليثوغرافي. طبعا أيضا سوف نأخذ أو سوف نتحدث أيضا عن بعض الأفكار الأخرى البديلة في عالم الليثوغرافي، أيضا ما يتطور. طبعا يوجد أيضا هي الليثوغرافي يعني متطور، يعني يتطور دائما. يعني حتى أنا قرأت من فترة بحثا جميلا عن الكوانتوم ليثوغرافي أو الطباعة الحجرية الكمية، وهو علم يعني يعتبر حاليا هو صيحة فريدة في عالم صناعة الرقائق الإلكترونية، وتهتم بها العديد من الشركات. طبعا إن شاء الله سنأخذ نحن العمليات الرئيسية، بعد هذا سوف نعرج على الأفكار الأخرى للليثوغرافي. طبعا عملية الطباعة الحجرية وعملية الليثوغرافي هي العملية الأساسية في نقل الأنماط الهندسية geometric patterns، نقل الأنماط الهندسية على رقائق إلكترونية باستخدام الشعاع، على طبعا اسمها رقائق يعني رقيقة جدا. فتتشكل الرقائق أو الأنماط الهندسية على السطح، فتكون عندي نمطا معينا بحسب ما أنا أريده، وهذا ما يعرف بعملية بناء الانتجريتد سيركت، عملية بناء الدارات المتكاملة. عملية نقل الأنماط من خلال الطباعة الحجرية أو عملية الليثوغرافي هي ليست عملية نهائية، هي عملية مؤقتة. العملية التي تليها هي عملية التنميش، تحدثنا عنها فيما مضى، etching process، والتي تعمل على إزالة الأجزاء غير المقنعة من الرقاقة الإلكترونية. طبعا عملية الليثوغرافي is based on electromagnetic interaction and modification of a resist via photons or electrons followed by development. يعني هي عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي يتفاعل مع سطح الرقاقة التي تسمى هنا المراد الطباعة عليها الريزيست via photons، سواء كان من خلال الإلكترونز أو من خلال الفوتونز، يتبعها بعض الخطوات followed by development. طبعا هذه هي الخطوة الأولى. طبعا أيضا لابد لنا هنا من أن نتكلم أيضا عن إن أكلين روم في غرفة نظيفة. طبعا غرفة نظيفة لتقليل كمية الغبار الدست الموجودة، لأنه تفاعل الغبار قد يؤثر على دقة بناء الرقاقة الإلكترونية على هذه الحالة. طبعا نستخدم اليلو لايت أو الضوء الأزرق، لأنه طبعا العملية أو الرقاقة حساسة لهذا النوع من الضوء شورتر ويفلينج. طبعا نحن كل هذه العملية بهدف بناء رقاقة مايكروويه أو رقاقة نانوية.
هذا الفيديو يرينا كيف يعني Data of Micro Nanostructure بداية من CAD Computer Aided Design من خلال حاسوب، ثم Electron Beam Writer و Laser Beam Writer، إذا من خلال شعاع إلكتروني أو شعاع ليزري يتم بناء الرقاقة، يتبعها ماسك فور كونتاكت بروكسيمتلي أو بروجكشن ليثوغرافي، هذه العملية الثالثة. أحيانا قد نقفز من هذه العملية مباشرة، دايركت رايتنج ريزيست كوتد سبستريت أو ديفلوب. طبعا هنا هاي الماسك اوف كونتاكت يكون عندي في الالترا فايولت يو في من 365 الى 436 نانومتر، يكون عندي هنا ايضا في الديب الترا فايولت 157 الى 250 نانومتر، يكون عندي هنا في ال في اي الترا فايولت من 11 الى 14 نانومتر، ايضا قد تكون الاكس راي اقل من دون 10 نانومتر، electron beam projections projection alpha and ion beam projection على resist coated substrate developed يتبعها wet dry chemical etching إما تنميش رطب أو تنميش سائل. في النهاية ينتج عندي a micro nanostructure of on substrate، ينتج عندي الرقاقة في كخطوة نهائية. طبعا هنا الاي المقصود فيها اكستريم الترا فايولت او الالترا فايولت المتطرفه. طيب قد تختلف عمليات تشكيل الرقاقه باستخدام الطباعه الحجريه، لكن غالبا لها اطر عامه. بدايه هي process involved radiation generation and shaping by an exposure tool to tune the intensity, wavelength and surface whether the resist is exposed. يعني بداية تسليط الشعاع and shaping تشكيل من خلال التحكم في الكثافة tune to the intensity, التحكم بال wavelength and surface أيضا على السطح whether resist is exposed. يعني يكون تمييض. A chemical reaction involving both the resist and developer. ايضا التفاعلات الكيميائيه خلال عمليه التسليط على الريزيست على المقاوميه هاي الضوئيه او خلال العمليات التي تتبعها. ميكانيكال كنترول اوفر ذا ريليتيف بوزيشن اوف سبستريت اند اكسبوجر تول فور الاينمنت اوف بوسيبلي مالتيبل لايرز. ايضا هذه هنا ليثوغرافي سبستريت بريبريشن، ايضا انا حضرت الرقاقه وافر سبستريت هنا عندي بهذا الشكل. طبعا عندي resist coating and pre-baking، غالبا ما يكون عندي ب سمك مايكرومترات، أضع الفوتو ريزيست بعدها بهذا الشكل. إذا الويفر هنا الفوتو ريزيست، أيضا هنا عفوا هنا بسمك مايكرومترات، لكن يمكن أن يختلف، لكن in general يكون بسمك مايكرومترات. طبعا الآن ما الذي سوف نفعله الآن؟ أضع الفوتو ماسك، أضع القناع الضوئي هنا، لاحظوا عندي فراغات، عندي هنا يوجد عندي إغلاق، يسلط الآن، لاحظ هنا يسلط الضوء بهذه الصورة. طبعا أنا هنا عندي يعني هنا أنا أوضح الفكرة، هنا عندي أنا الفوتو ماسك، هنا عندي المادة تحدثت عنها أني أنا صنعتها عملتها شفافة وتحكمت في معامل الانكسار في داخلها في الفيديوهات السابقة. الآن عندما يسلط الضوء يحصل عندي هذا النمط بهذا الشكل باستخدام الألترا فايولت. الغالب هنا ما نستخدم الألترا فايولت، فوق بنفسجية. الآن أنا أستطيع بعدما أن أزلتها، طبعا هنا كان الهدف من خلال تسليط، هنا لو فرضنا أنه الضوء الهدف إما عمل روابط كيميائية جديدة من خلال الضوء يمتلك طاقة، أو تحطيم الروابط الكيميائية الموجودة تكسيرها لعمل، هنا يحدث عملية الشيبينج، عملية البناء، عملية التشكيل. التشكيل فهنا عندما نعمل هنا نكون قد شكلناها، وهذه هنا أهمية الليثوغرافي، عملية بناء الدارات المتكاملة.
طبعا الآن طبعا يا أما نحن الآن كسبنا بوند أقوى أو بوند أقل، يبقى عندي عملية التنميش التي سوف نشرحها في قادم الفيديوهات بحول الله. نبقى عندي هنا من خلال عملية التنميش، أنا أزلت هذا بهذا الشكل، أستطيع أن أنا أكون قد أزلت أنا عملية التنميش، أصبح عندي هذا النمط. ثم أزيح القناة الضوئية، أنتهي عندي بهذه الصورة. إذا أحبتي، كان هذا الفيديو بداية الحديث عن الطباعة الحجرية المعروفة بالليثوغرافي. أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.